بورقيبة لما قنن نحو الشخصية أراد من شيوخ الزيتونة وعلى رأسهم هرميني شيخ بن عاشور والشيخ جعيد، أراد منهما أن يفتيا بناء على رأيه في إلغاء صوم رمضان بدعوى أنه نحن في حالة حرب ضد الفقر، والحرب ضد الفقر تقتضي منا أن نفطر في رمضان لكي يعمل الإنسان ولا ينام هذا الشهر ويؤثر في ذلك على الاقتصاد العام للبلاد. العلماني اللذان حضر مع بورقيبة عام 60 هما الشيخ جعيد الذي كان مفتي الدير التونسية والشيخ بن عاشور الذي كان عميد الجامعة الزيتونية، ورفض الرجلان الانصياع إلى أوامر بورقيبة، واعتبر أن صوم رمضان معلوم من الدين بالضرورة، ولا يجوز لنا أن نرضي السلطان ونخالف الرحمن ونفطر في رمضان. أعذار شرعية مبيحة للفطر في رمضان هي المرض والسفر بنص القرآن المبين، وقاس بعض العلماء الجهاد للدفاع عن استقلال الوطن فأباح الفطر في رمضان للمجاهدين فيه، وهذا الرأي هو الذي أتقلده وأفتي به، ويجب الصوم على الأصحاء أصحاب الأشغال اليدوية الشاقة المضطرين للشغل للقيام بشؤون حياتهم وحياة أهليهم، ولا يلزم الشغالين ترك العمل